كاف قرر إعادة مباراة الزمالك وجنيراسيون فوت في القاهرة. في البداية خلينا نرجع لمباراة الذهاب. الزمالك وجنيراسيون فوت لعبوا في العاصمة السنغالية داكار يوم 14 سبتمبر، وفاز جنيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف. مباراة العودة كان مفترض إنها تتلعب في استاد بيتر سبورت في القاهرة يوم 28 سبتمبر، لكن لأسباب أمنية السلطات المصرية طلبت تغيير ميعاد ومكان المباراة عشان تتلعب بحضور جماهير، وبناء عليه تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وتم تغيير ملعبها عشان تتلعب في استاد الجيش في برج العرب في اسكندرية. كاف بعت خطاب رسمي يفيد بموافقته على تغيير مكان وميعاد المباراة، وبناء عليه مراقب المباراة وطاقم الحكام راحوا اسكندرية. الأزمة بدأت مع وصول بعثة جنيراسيون فوت للقاهرة بعد ما فاجئوا الكل وأصروا على تمسكهم بالميعاد القديم والمكان القديم للمباراة، وبالفعل راحوا الفندق الإقامة في التجمع الخامس علشان يكونوا قريبين من استاد بيتر سبورت. فريق جنيراسيون فوت وصل مفاجآته، ويوم 27 سبتمبر قبل إقامة المباراة ب 24 ساعة راح لملعب بيتر سبورت عشان يلعب تدريبه الأخير، لكن المسؤولين على الملعب قفلوا الباب في وش البعثة وقالوا إنه مفيش عندهم علم بإقامة مباريات في اليوم ده. في نفس اليوم بعت نادي الزمالك أتوبيس لبعثة جنيراسيون فوت وقال إنه متكفل بتكاليف نقلهم وإقامتهم لإسكندرية، لكن البعثة وصلت الرفض عشان يضطر نادي الزمالك لتحرير محضر رسمي لإثبات الحالة. الكاف بدوره قدم نفس العرض لبعثة جنيراسيون فوت وقال لهم إنه متكفل بتكاليف نقلهم وإقامتهم في إسكندرية. بعثة الفريق السنغالي وصلت الرفض. يوم 28 سبتمبر فريق جنيراسيون فوت بيروح لملعب بيتر سبورت، وكالعادة كان الباب مقفول في وشه. يوم 29 سبتمبر كان الموضوع أشبه بأفلام الكوميديا. فريق الزمالك في استاد برج العرب في اسكندرية ومراقب المباراة وطاقم الحكام في الاستاد نفسه، وبعد انتهاء الوقت القانوني المقدر ب20 دقيقة أعلن حكم المباراة نهايتها وأعلن فوز الزمالك لعدم وصول فريق جنيراسيون فوت. لكن مفاجأة جديدة كانت في انتظارنا في اليوم التالي. الكاف بعت خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بيستفسر فيه عن سبب إقامة 3 مباريات بنفس الوقت اللي رفضت فيه القاهرة استقبال مباراة الزمالك وجنيراسيون فوت، وبناء عليه قرر كاف تعليق نتيجة المباراة وحول القضية كلها للجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. بدوره بعت سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابات رسمية لأعضاء اللجنة لدراسة القضية، وأعلنت اللجنة إنها هتعلن قرارها النهائي يوم 8 أكتوبر، وهو الميعاد اللي كان محدد مسبقا لأقرب اجتماع للجنة. النهاردة أعلنت اللجنة رسميا عن قرارها بإعادة المباراة يوم 24 أكتوبر في القاهرة، وبررت اللجنة قرارها بأن جميع أطراف القضية أخطأوا، الزمالك وجنيراسيون فوت والكاف نفسه. القرار تضمن تحذير لنادي الزمالك والجنيراسيون فوت من عدم الالتزام بالقرار، وأن الفريق اللي مش هيلتزم بالقرار هيتم استبعاده فورا من البطولة، وكمان هتوقع عليه عقوبات إضافية.